صباح الفل، صباح الجمال، صباح النشاط، صباح الرشاقة على كل عائلتي الجميلة، عائلة أنا حواء وكل مشاهدين شاشة النهار. دمتم يا رب بألف خير، وحشتوني جدا جدا جدا. رحتوا فين يا عيلة؟ ما بشوفكوش يعني. أنا قلت لكم بتقولوا إحنا بنشوفك كل شوية ما تزهقناش، بس يعني بزهقكم يا عيلة بجد. بتحبوني، الله ينور، هتتجوزي أول واحد. في حد من العيلة قال لي إن هم بيحبوني. طيب حبايب قلبي وعائلتي الكريمة، عائلة أنا حوا، الحمد لله العيلة بتكبر. وكل مشاهدين شاشة النهار ما تنسوش الأرقام اللي موجودة على الشاشة، هي الأرقام الوحيدة ها انتوا حافظين الخاصة ببرنامج أنا حوا على هوا مباشرة. تقدروا تكلموني من خلال الأرقام اللي على الشاشة. الأرقام اللي على الشاشة 9 أرقام، كل دقيقة بيظهر 3 أرقام. يعني دلوقتي قدام حضراتكم 3 أرقام، بعد دقيقة هتلاقوا 3 أرقام تانيين، وبعد دقيقة 3 أرقام تانيين، لحد ما يوصلوا 9 أرقام لا محالة. ال9 أرقام دول متاحين والله بجد 24 ساعة الفريق معاكم. عايزين تكلموني على الهوا اتصلوا من خلال ال9 أرقام. وطبعا الناس كلها عارفة ان هما لما بيكلموا الفريق بتاعي بيدخلهم لي على الهوا مباشرة. أي سؤال عن صحة جسمنا، أي سؤال عن وزننا، كلموني على طول من خلال الأرقام اللي موجودة على الشاشة. طيب يبقى كده احنا عرفنا ال9 أرقام اللي موجودين، مش بس ان انتوا تقدروا تكلموني او تكلموا الفريق. لو لقينا الخطوط مشغولة تقدروا يا عيلة تبعتولي على الواتساب برضو ال9 أرقام. يعني ال9 أرقام معانا، يعني انا مش شايفة دي حاجة مزولاني بصراحة. فال9 أرقام نبعت على الواتساب، يعني ال9 أرقام دول برضو تقدروا كلها، مفيش رقم معين، لا هم ال9 أرقام كلهم عليهم واتساب، عليهم خدمة الواتساب، مش رقم ولا رقمين، لا لا لا، عشان خاطر بتبعتولي كتير انهي ارقام اللي عليها واتساب، لا مفيش، كل الارقام اللي على الشاشة نقدر تتصلوا بيا. ما تنسوش طبعا العرض عشان اخر يوم ليه، المفروض احنا لاخر الاسبوع ولكن الكمية قربت تخلص، فممكن يكون اخر يوم ليه النهاردة، فتقدروا كمان تبعتوا على نفس الارقام التسعة على الواتساب. طيب ندخل في موضوع الحلقة ونقول العرض سريعا لكل حبايبنا اللي انضموا لعائلة انا حوا. احنا قلنا كورس او عشبة القديسيين، كورس السيليوم هاسك عليه 45%، ده كورس الشهرين بيكفينا شهرين، يعني بيكسسنا قد ايه يا دكتور بسمة؟ 20 كيلو الى 25 كيلو. العرض بتاعه ايه؟ كورس الشهرين عليه 45%، وبناخد طبعا الشحن مجانا واربع علب كريم. بصوا بقى انا هشمر لكم الكريم ده، سحر سحر. ليه بقى يا دكتور بسمة؟ اولا الاربع علب كريم من الحبايب هتاخدوه هدية، هتلاقوا علبتين كريم، دول خاص بتفتيح الاماكن الداكنه وازاله كل البقع والخطوط البيضاء والخطوط الحمراء وتشققات الجسم من على الجسم. بندهنه كل يوم بالليل، ده اللي في العلبه الزرقاء هتاخده منه 2، واللي موجود في العلبه البرتقاني هتاخده منه 2. الكريمات قربت تخلص، فممكن ما تزعلوش لو حد من عائله انا حواء او كل مشاهدين شاشه النهار اتصلوا بالفريق بتاعي وقالوا مثلا الكريمات خلصت، فممكن مثلا الهدية بتاعتك في كورس الشهرين 4 علب كريم ممكن تاخدي علبتين، عشان بس بقول لكم الحقوا، عشان ده حصل من كام يوم في كورس الشهر. تمام؟ طيب كورس الشهر عليه خصم، بناخد عليه علبة كريم او علبتين كريم هدية والشحن مجانا، وعليه 32% ل 33% خصم، يبقى والشحن مجانا برضه، الشحن مجانا في كل الكورسات. يبقى كورس الشهرين 45% والشحن مجانا واربع علب كريم هديه، علبتين من ترهلات الجلد البرتقاني اللي موجود في البرتقاني، وعلبتين من الكريم اللي موجود في العلبه الزرقاء. ماليش دعوه لو ما لحقتوش، انا بقول لكم اهو يا عيله. طيب تقدروا كمان تسيبوا كل بياناتكم، الاسم، العنوان، المحافظه، يا ريت بس البيانات بالتفصيل، الارقام تكون بالتفصيل عشان مندوب الشحن بيدوخ عليكم. مش كده، مش معقول لو تحت الكوافير حماده وتوتو اكتبي كوافير حماده وتوتو فاتن وسعاد، فيبقى العنوان، الاسم، المحافظة، أرقام التليفونات ضروري تكون رقمين على الأقل، عشان لو الشبكة عندك وحشة زي حالتنا كده حطوا رقمين، حتى لو حطيتوا أرضي، رقم أرضي مفيش مشكلة عشان يقدر الكورس يوصل لكم بسرعة. طريقة الاستخدام هتجيلكم مع الكورس، هتجيلكم مع الكورس وهقولها برضو في الحلقة، عشان خاطر كان في كذا طريقة، ولكن احنا هنوحد كل الطرق اللي انتوا بتستخدموها عامة، كل طرق الاستخدام صحيحة، ولكن في طريقة أقوى
انا عايزه بيها، عذرا كلمه انا، نخس بيها بصوره اسرع، اللي هو نوصل ان احنا بنخس في الاسبوع من 2 كيلو الى 3 كيلو. دي الطريقه اللي انا هقولها لكم النهارده، وقلتها برضو في الحلقات السابقه اللي فاتت وفي حلقه امبارح. هنقول تاني بسرعه، ناخد ازاي كورس عشبه القديسيين او كورس السليم هاسك. ايه بقى بناخد؟ ايه اول ما بنصحى من النوم بنشرب كوبايه ميه كبيره، وبناخد اول كبسوله اللي هي قبل الفطار. قبل الفطار بقد ايه؟ بنص ساعه. يبقى كده اول حاجه بناخدها ادي واحد، الكبسولة الاولانية. طب الكبسولة التانية بناخدها قبل الغداء بنص ساعة، يعني من ربع ساعة الى نص ساعة، اهم حاجة بكوباية مية كبيرة زي الكوباية اللي قدامي دي كده، مج كبير كده او كوباية كبيرة قبل الغداء بربع ساعة او بنص ساعة يا عيلة وكل حبايبي اللي بيشوفوني دلوقتي من شاشة النهار. يبقى كده الكبسولات مرتين في اليوم، مرة قبل الفطار بنص ساعة بكوباية مية كبيرة، ومرة قبل الغداء بنص ساعة بكوباية مية كبيرة. الناس اللي بتقول لي انت بتشرحي بالتفصيل قوي قوي قوي، معلش يا حبايبي، الحمد لله انا عندي الصبر والملكة في الحتة دي، عشان خاطر في ناس كبار في السن محتاجين ان انا اعيد وازيد في الكلام عشان اقدر ابسط المعلومة او اوصل لهم كل حاجة لانهم بينسوا. فمعلش خليكوا صبركم طويل كده عشان نقدر ايه نبقى سلفة سوء مع بعضينا كده يا عيلة. طيب يبقى كده الكبسولات مرتين في اليوم، قبل الفطار وقبل الغداء. طيب بالليل، بالليل بناخد فوار السليم على نص كوباية مية، ونقعد نقلب 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 كويس، تمام؟ وبعد كده نسيبه 30 ثانية إلى دقيقة. أول ما ينفش، أول ما ينفش ويبقى زي الجل ناكله كده، هو تحفة بصراحة، طعمه أناناس. لدرجة أنا في حالات بتاخده مرتين، لا هي مرة واحدة عشان من كتر طعمه حلو، يعني مرة واحدة بس قبل العشاء بنص ساعة أو بعد العشاء بساعتين. الفوار الوحيد اللي ممكن تختاري تاخديه قبل العشاء بنص ساعة أو بربع ساعة أو بعد العشاء بساعتين، من ساعة لساعتين على نص كوباية مية، نقلب ونقلب ونقلب كويس جدا. بعد كده نسيبه ينفش. في حالات بعتولي ان هم بيغطوه، ودي حاجة كويسة جدا، بيغطوه عشان خاطر ينفش بسرعة ويبقى عامل زي الجل، حتى لو لسه في شوية مية عادي كلوه بالمعلقة او اشربوه. طيب بعد ما بناخد الفوار بنعمل ايه؟ بنشرب بعديه على طول كوبايتين مية كبيرة، دي لازم. يعني واحنا بناخد الكبسولات بناخدها بكوباية مية كبيرة، لا لما نيجي ناخد الفوار على نص كوباية مية ونفش واكلناه زي الجل او شربناه، مش هنختلف كتير، اول لما ناخد الفوار بتاعنا السليم نعمل ايه؟ على طول خلاص انا خدت الفوار السليم يا دكتور بسمة، نقوم جايبين كوباية مية نملاها من الحنفية العادية او من الفلتر، هوب نشربها. ادي اول كوباية، بعد كده كوباية تانية، يعني كوبايتين مية على طول بعد فوار السليم. ده ضروري جدا جدا، كوبايتين مية كل لما ناخد الفوار لازم نشرب وراه كوبايتين مية كبيرة. دي كده طريقة الاستخدام، عمر ضعف الطريقة والله. وبرضو خلي بالكم الحلقات بتكون موجودة بتنزل على يوتيوب النهار، وأنا بعيد وبزيد والفريق عارف كل الحاجات دي، أنا قلت لهم الطريقة دي حتى طبعتها لهم ومعاهم، فما تقلقوش دي هتجيلكم لحد باب البيت. طيب نخش في موضوع الحلقة. ناس كتير جدا قالت لي أنا بسبب الوزن الزايد يا دكتور بسمة بقى عندي مشكلة في الكلى، أعرف منين؟ كلنا بقى عايزين نعرف الموضوع ده، أي حد وزنه زايد دلوقتي، انا بتكلم اختص السمنه والوزن الزايد، اي حد وزنه زايد وعايز يعرف انا عندي مشكله في الكلى ولا لا، اولا طبعا في تحاليل بس بتكون غاليه جدا جدا، تحليل الكلى دي اسمها الجي اف فار، الجي اف ار، الجي اف ار، تمام؟ انا بقول فار يعني عشان اختصر، جي اف فار، اف ار، لما تيجوا كده تمسكوا التحليل، اه ده انتوا من عائله انا حواء، وتلاقوا عملتي مثلا وظائف كلى، تحليل وظائف كلى، وتمسكي كده التحاليل وتلاقي تبصي على الجي اف ار، ده اللي بيقولك الكلى عندك بترشح كويس وبتنزل كل اليوريا والصوديوم الزياده والاملاح، وبتنزل الكرياتين، الكرياتينين كويس ولا ما بتنزلش الحاجات دي، فخدوا بالكم من النقطة دي كويس. طيب التحليل ده غالي ومش كل الناس حبايبي يقدروا يعملوه، طيب نعمل ايه بقى او نعرف منين
ان الكلى عندي بعافيه شويه، الكلى عندي في مشكله يا دكتور بسمه عندي في الكلى. اول حاجه تعرفوها الكلام ده للناس اللي زايده وزنها، اول حاجه استنى اشمر لكم، اول مش عارفه ايه حكايه اشمر لكم دي، ماما بتقولها لي عشان وانا بتكلم بتحرك. اول حاجه ريحه النفس امونيا، تبقى ريحتها امونيا، يعني لما تيجوا تتكلمي وريحه النفس لقيتيه ريحه امونيا، ريحه الامونيا، ريحه نفسك بتبقى ريحه امونيا، يبقى كده الكلى فيها مشكله. ادي واحد. تاني حاجه فجاه بدون مقدمات هرش 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 جامد قوي، يبقى الكلى فيها حاجه. تالت حاجه اللي بيحصل تاني تلاقوا البول مايل الى ابيض، يعني كانك ميه ميه، مش مصفر كده وفي بول نازل كده، الكلى فيها مشكله. يبقى كده الهرش، ريحه النفس بتكون ريحه امونيا، بنعرق من تالت حاجه بنعرق من صوابع رجلنا صوابع القدم جامد جدا، وبيكون برضو فيها ريحه في صوابع القدم. ده كده نعرف ان في مشكله على الكلى، يعني وظائف الكلى مش تمام وما بتنزلش السموم، لان الكلى بتفلتر السميات والاملاح، كل ده لازم ينزل عند البول، لان لو كل ده اتحبس ده في مشكله. الكبد والكلى هم اساس الحياه، فخدوا بالكم النقطه دي كويس جدا. طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه الاعراض اللي نعرف من خلالها ان الكلى عندي فيها مشكله. ريحه النفس دي اهم حاجه، بتبقى ريحته امونيا. يحصل ميل الى الترجيع، في ناس بترجع تمام، وفي ناس اخرى بيجي لهم حاله من الغثيان بس ما بيرجعوش، ده برضو ينطبق عليهم الاعراض اللي عندهم مشاكل فيها كلى. المعلومات دي مهمه، المعلومات دي بفلوس يا عيله، لمولي 15 جنيه. طيب يبقى كده احنا عرفنا الكلى تتعب ازاي او فيها مشكله. خلي بالكم بنسبه 90% او 80% بتبقى فيها مشكله او مشكلتين مثلا بسبب الدهون، الدهون والبروتينات لما تقعد تحاوط الكلى وتطلع يعني تطلع فوقيها وجنبها وفي كل مكان، تبص الكلى تلاقي ايه يا اختي كل الناس اللي جنبي دول، ما تقدرش ان هي ترشح دي حاجه علميه كويسه مش وحشه للكلى، ترشح الميه الزياده اللي في الجسم، ترشح الصوديوم الزياده عشان الضغط ما يعلاش، فلازم تنزل الصوديوم الزياده. لو في بوتاسيوم زياده، ما البوتاسيوم برضه ممكن يعمل لنا مشكله، تنزل البوتاسيوم الزياده عشان خاطر الضغط، تنزل الدهون الزياده عشان خاطر القلب، تنزل كل ماده الكرياتينين. ايه الماده دي يا دكتور بسمه؟ شوفوا بقى معلومه مهمه، الماده دي ماده مسممه لازم الكلى تطلعها، لازم الكلى تطلع هذه الماده اللي هي الكرياتينين لانها ماده مسممه، وبرده لازم تطلع اليوريا، فكل الحاجات دي مهام الكلى. فنيجي احنا بقى من بره، يا سلام يا صلاه الزين، نقوم حاطين عليها بقى ناكل سكريات ونشويات ودهون و و و، فكل ده بيدخل يتحول دهون، النشويات جزيء النشويات بيدخل جوه يتحول دهون، مش بيخش لك نشويات وبيتحرق وخلصت، لا، سكريات نشويات دقيق املاح العيش وفي بعض الشوفان بينطبقوا الى هذا، كل ده بيتحولوا في الجسم الى سكر وبعد كده يتحولوا الى دهون. شفتوا التحويله بتاعتها في الجسم تبقى ازاي؟ طيب نيجي بقى في حته الكلى، طب انا عايزه الكلى تنزل كل ما هو فيه من فلتره، انا عايزه فلتر، حضرتك في دهون، طب نزلي الدهون عشان الكلى تاخد راحتها كده في السرير بتاعها في المكان بتاعها وتمدد كده وتقول ايوه كده اتمتع براحتي، يبقى نعمل ايه؟ نخس. ده كله مربوط والله العظيم بالوزن الزايد. شفتوا انتوا عملتوا ايه في الكلى؟ شفتوا انتوا عملتوا ايه؟ الكلى فيها مواد مسممه، لو الكلى ما طلعتهاش عن طريق البول كليتك على الله السلامه. ايه اللي يخلي الكلى ما تطلعش كل ده؟ ليه؟ الدهون، لازم الدهون اللي على الكلى تنزل. في كل حد وزنه زايد ان شاء الله والله، انا قلت ان ابتداء من 3 كيلو لازم هيكون عنده دهون على احشاء جسمه، حتى لو جسمك سلفس وكده لازم. هنكمل لكم ده برضو عشان تستفيدوا وتعرفوا
الكليه مهامها ايه، وايه الحاجات اللي المفروض الكليه ترشحها، زي ما انا قلت لكم الحاجات الجميله دي، الكرياتينين واليوريا والصوديوم عشان الضغط ما يعلاش. هقول لكم بعد كده الحاجات دي كلها لو الكلى ما نزلتهاش في البول هيحصل جسمك هيحصل له ايه، او ايه الاعراض التانيه اللي هتحصل لك عشان تبقى عارف ان كده في مشكله في وظائف الكلى. تعالوا ناخد منى. منى منين يا شباب؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي منى من القاهره، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. يا رب دايما يا حبيبه قلبي. انا مبسوطه جدا يا دكتور. يا حبيبتي ربنا يبسطك. انا خدت الكورس بس خدت الشهر واحد. انا غلطت علشان خدت الشهر واحد. ليه بقى؟ ليه؟ علشان انا كنت ايه قايله ان انا وزني مش تخين قوي. بس إيه، انا نزلت، انا خدته من اسبوعين بالظبط. نزلت 5 كيلو. ما شاء الله. بس انا كنت عايزه انزل اصلا اكتر من كده، يعني 15 كيلو، فما كانش كده نافع معايا الكورس الشهر الواحد. انا كنت انت فعلا كده كنت عايزه كورس الشهرين. كنت بقى كنت 85 كيلو. كنت 85. دلوقتي بقيت 80 كيلو. ما شاء الله، حلو جدا ال 5 كيلو اللي احنا نزلناهم. فانا ايه، انا قلت لا هكلمك تاني واشكرك حبيبتي على الكورس ده، صراحه جميل، وعلى العروض اللي انا خدتها، الهدايا اللي انا خدتها. بس انا قلت لا انا كده لازم اخد. خدتها. انا قلت لازم بقى ارجع تاني اكلمكم علشان اخد الكورس الشهرين. علشان لا انا كده، بصي انا طولي يا دكتور اصلا 145، فانا شكلي كده عايز انزل ازيد من 15. قصيره انت خالص صح؟ قوي. بطايه. معلش معلش، بطايه. بكره نطول يا حبيبتي ما تقلقيش. لا انا عادي، انا حابه طولي على فكره. بجد؟ بس مش حابه ان انا ابقى يعني تخينه، ما هو قصيره مع تخن مش بيبقى حلو، بيعدين يقعدوا بيتريقوا، فمش هينفع. مين بيتريق؟ جوزك بقى ولا ناس تانية؟ اصحابك؟ اصحابي، علشان هم اطول مني. انت متزوجه؟ متزوجه يا منى؟ بس لسه في اول سنه. حبيبتي ربنا يكرمكم يا رب وتبقوا في سعاده دايما. طيب هو التخن ده كان قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ بصي هو ده كان قبل الجواز. كان قبل الجواز. قبل ما اتجوز كنت تخينه، بس زدت 5 كيلو كمان، وبعدين انا كل شويه ازيد يعني في الزياده. حسيت ان انا كل شويه فتحت كده في التخن، لا مش هينفع. انا قصيره، اتخن زياده عن كده هعمل ايه؟ مش هينفع خالص. وبعدين ما بقتش اقدر اطلع السلم، انا في الدور السادس. الدور السادس. انا كنت الاول بطلع عادي. دلوقتي لا، بقيت مش قادره، كل 5 6 درجات اقف وانهج، مش قادره اتنفس. فالحوار بقى ضغط عليا جامد يا دكتور. الدهون متراكمه في كل حته في اعضاء جسمنا. ده غير بقى اللي بره اللي احنا شايفينه. صعب جدا، فانا قلت لا لازم اخد الكورس. وبعدين انا بقى لما شفت حضرتك بتتكلمي وكل المتصلين بيشكروا فيك، انا قلت لازم اجربه. يا حبيبتي والله دي ثقه كبيره قوي، لازم احافظ عليها يعني. تسلمي لنا يا دكتور، وشكرا والله على المنتج، وعليك ان انت بتقولي لنا معلومات مهمه جدا على فكره لينا. حبيبتي يا رب تكون بس يعني بعرف ابسطها واوصلها لكم. لا والله، لا يا دكتور، ده انت ما شاء الله عليكي يعني بتبسطي لنا المعلومه بطريقه حلوه جدا يعني. طب الحمد لله، كده مجهودي ما راحش هدر، الحمد لله. لا لا، اما خسي تاني هكلمك، وكمان هبعت لك الصور قبل وبعد ان شاء الله. طب والله انت زي الفل، انت كده من العيله. قالت انا حاول. طبعا يا دكتور، ايه ده اوعي تقولي كده. طيب انا من العيله من زمان. يا حبيبه قلبي تسلمي لي. طب قولي لي، طب يا منمن، ال 5 كيلو دول عشان بس المشاهدين يبقوا شايفين، فرقوا معاكي في الصحه، في النشاط، او في هم فرقوا، وفرقوا في اللبس يعني، فرقوا شويه، بس برضك عايزه اخس تاني علشان يفرق كويس اكتر يعني. طبعا احنا مكملين. وبعدين فرق في الدراع يا دكتور بقى، انت عارفه الاول كان الهدوم عليا ضيقه كده، والكم باين قوي كده، فكان كل اللي يجي يكلمني هو ماسك جنبي، ماسك على الدراع، كل ايديا ويقولوا لي ايه ده ايه ده، فالحوار كان مش حلو يعني، مستفز. صحابك اللي بيعملوا كده؟ انا بيتنمروا عليا. اديهم بايديكي في وشهم على طول، والله اعملي كده. بنهزر مع بعض كتير، فهم بيأفوروا يعني. بس الهزار ده ممكن يجرح بعد كده، فدي وحشه الهزار. بلاش يا جماعه الهزار من النوع ده. لا يا منى انت خسي بعد كده بقى، وروحي بقى هزري معاهم هزار تقيل.
لا يا دكتور، انا هقول لك حاجه اكتر، يعني حتى الواحد لما يجي غدوده يفضلوا يخبطوا كده ويقولوا لي ايه التخن ده، ايه التخن ده، اقول لهم ده ما تروحوا اعملوا زيي يعني، ولا علشان انتوا مش عندكم غدود زيي؟ يا مش فاهماكم. حبيبتي. دي الخدود جميلة بس لما تبقى كتيرة قوي ما بتبقاش حلوة. لا بتحسي ان عينيكي كده مغمضه شويه. بالظبط كده. اهم حاجة انت جالك فرحة لما لقيتي الكرسي فعلا نزلك 5 كيلو، يعني معنى كده احنا لسه مكملين ان شاء الله. بس طبعا، لما لا انا لقيتي مكمله ان شاء الله، ان شاء بس الله مبسوطه ان انا نزلت، عشان طبعا. انا كذا مره كنت قبل كده جربت برضه بس ما كانش بيجيب لي نتيجه خالص، فكنت ببقى متضايقه جدا جربتي كورسات قبل كده يعني ولا صراحه. نظام غذائي؟ لا جربت صراحه، ما خسيتيش ما خالص. جابش نتيجه معايا، طب الحمد فهي لله، دي المشكله. الحمد لله. فرحانة جدا والله بمكالمتك دي يا منى جدا والله هو انا يا دكتور حبيبتي. انا ما سألتكيش مني. في اي امراض مزمنة، يعني ضغط، سكر، هو انا عندي مشاكل ضغط في بس الغدة، واطي. واطي. انا بسأل عادي عشان خاطر حتى الفريق لما اكلمهم هيسألوكي كل الأسئلة دي، بس لا عشان هما ابقى عارفة الحالة. سألوني صراحة وقلت لهم انا عندي بس الضغط بس دايما بيبقى واطي. مفيش مشكلة، الكورس في ماشي يا اي دكتور. وقت وانتي بتاخديه عملك اي مشكلة في جسمك او في الضغط لا يا دكتور بأمانة. صراحة، لا بأمانة ما عملش اي حاجة، طيب انا اصلا الحمد لله، بتصل عشان مبسوطة اللي انا خسيت وما فيش اي اعراض جانبية بالنسبة ليا خالص الحمد لله. وانا صراحة. يعني الحمد لله. بشكرك على المكالمة الجميلة دي يا منى، شكرا العفو جدا. يا دكتور. شكرا العفو. شكرا، مع السلامة. منى من القاهرة، انا بشكرها جدا وكل عائلة انا حوا وكل اللي بيشوفوني، انا انبسط جدا جدا لان انا عمري راح برغي كتير جدا في معلومات، بس يا رب تكون بتفيدكم. بس انا فعلا عمري راح في كلام ومعلومات، وان احنا يكون في ثقة بينا ونتوكل على الله وننزل ونخس. فانا نجاحي في ان انتوا تكلموني وتقولوا لي انا مشكلتي كذا فرشح لكم كذا، بعد كده نجاح الاكبر ان انتوا تكلموني وتقولوا لي انا نزلت، والنبي لو خسيتوا كيلو هفرح. انا بفرح، بفرح جدا، لان الكيلو ده، حتى الكيلو ده والله العظيم قسما بالله بيفرق في عظمك وبيفرق في احشاء جسمك. خلوا بالكم الدهون اللي موجوده على الكلى لو ما اتشالتش وتم حرقها وطلعت في العرق او في البول، الكلى هيحصل فيها مشكله، زي ما انا قلت لكم مش هتطلع اهم شيء الماده المسممه اللي هي الكرياتينين، فخدوا بالكم من النقطه دي كويس جدا يا عيله. طيب هنطلع فاصل بسرعه، اوعى العيله تروح في اي حته، مستنيه اتصالاتكم، مستنيه كل رسائلكم على الواتساب نفس الارقام اللي على الشاشه. هنطلع فاصل ونرجع، يلا بينا. حبايب قلبي رجعت لكم من الفاصل، اوعوا تكونوا رحتوا في حته يا عيله. الارقام اللي على الشاشه دي عشان تتواصلوا معايا على الهوا، كلموني، سلموا عليا، قولوا لي كل مشاكلكم الخاصه بصحتنا، سواء انا وزني زايد عايزه اخس، طيب انا عندي مشكلتي كذا، مفيش اي مشكله بامر الله في كورس السيليوم هاسك عشبة القديسيين اللي هي أطلقت على عشبة البلانتاجو اللي أصلا مستخلصين منها بذور السيليام هاسك، فأحطه تحت الموضوع ده 100 خط. طيب احنا دايما هنا في البرنامج بنحكي معلومات، لو في أي منتج كويس أنا جربته وضمناه من سنين لازم أطلع أقوله للناس كلها اللي محتاجة تنزل في وزنها. طبعا الكورس آمن تماما من أول سن البلوغ عشان بس نكون فاهمين. مشاكل الضغط ما عنديش أي مشكلة مع الكورس، أنا شايلة الغدة، أنا عندي خمول في الغدة، أنا عندي سكر ديابيتس سواء تايب 1 أو تايب 2، ما عنديش أي مشاكل في الناس اللي عندها سكر، بالعكس ده أنا بظبط الأنسولين في الدم. إزاي يا عيلة؟ إزاي؟ قلتها الحلقة اللي فاتت، إزاي بيقدر كورس السيليوم هاسك أو بذور السيليوم أو لما بناخدها سواء عن طريق الفوار أو الكبسولة، إزاي بيقدر يظبط أو ينزل نسبة هرمون الأنسولين في الدم؟ إزاي يا عيلة؟ ما بتذاكروش، والنبي ما أنتوا فالحين. إزاي؟ قلنا إن في مادة الإيجونول ومادة الزياتين مع فيتامين د موجودين في عشبة السيليوم هاسك، النبات السيليوم هاسك. طيب لما بنيجي ناخده كفوار او كبسول، لان الاثنين موجود نفس فيهم الماده الفعاله، لما بنيجي ناخده ايه اللي بيحصل؟ بيدخل جوه الامعاء، يتفتت، يبدا كل حاجه تشوف مكانها ومسارها فين. اول حاجه لما يدخل الاجنول
دي مهمة جدا. والزياتين أول لما يشوفوا هرمون الأنسولين عالي، تعاليلي تعاليلي، هي أصلا أول لما بتشوف الإيجونول جاي والزياتين تنزل على طول. يبقى أكتر حاجة بتظبط الأنسولين وما نخليش هرمون الأنسولين عالي مادة الزياتين والإيجونول، لأنهم من أقوى مضادات الأكسدة. هرمون الأنسولين بينزل مجرد ما باخد، لو انا هرمون الانسولين عالي وعندي شراهه في الاكل بيبقى هرمون الانسولين عالي، لو انا عندي شراهه في الاكل، شراهه في الحلويات، شراهه في الاملاح وفي الحوادق، على طول هرمون الانسولين عالي. وهرمون اللبتين مش موجود اللي هو هرمون الشبع، احفظوا المصطلحات دي. امال ايه اللي بيبقى موجود دلوقتي في وقت شراهتي في الاكل؟ هرمون الجريلين اللي هو هرمون الشبع، وبيعلى معاه الاستروجين هرمون الانوثه، فشعري يقع، فبشرتي تبقى مجتهدة، قال بشرتي تبقى اسمها ايه يا اختي؟ مجهدة، مجهدة. فأكتر حاجة نظبط بيها هرمون الأنسولين، ما هو دكتور جونز بقى مش عبيط، قال لك ان مادة الزيتون من أقوى مضادات الأكسدة اللي موجودة في السيليوم هاسك. هرمون الأنسولين أول لما بينزل، ايه حبيبه بقى اللي ما بيحبش الأنسولين بيطلع يا عيلة؟ ما اقول لكم انتوا مش فالحين ما بتذاكروش، هرمون اللبتين، هرمون الشبع يطلع، تلاقي نفسك ما فيش اي كريفنج لاي حلويات. كريفنج اللي هو تعطش، ان انت تبقى عايزه تاكلي حلويات، عايزه تاكلي حوادق، لا، يجي لك فقط شراهه في شرب المياه، وده اللي انا عايزاه. هرمون اللبتين يطلع اول لما هرمون الانسولين ينزل، فهرمون اللبتين قاعد مستني هرمون الانسولين ينزل عشان يطلع ويطلب من المخ، من النواقل العصبيه اسمها ايه؟ معنا اتنين، الاميجدالا والفيجاز نيرف، يقول له وقف الشهيه حالا. ادام هرمون اللبتين طلع خلاص يحصل عدم اكل او عدم تناول حلويات ونشويات، و هتاخد فقط اللي معدتك محتاجاه من الخضروات المفيده او ايا كان انت بتاكل ايه. لان قلنا الكبسوله والفوار بينفشوا في الامعاء، لازم ينفشوا في الامعاء وبياخدوا حيز تلت معده. عرفتوا يا رب تكون بس الحته دي فهمتوها. هرمون اللبتين بيعلى لما هرمون الانسولين ينزل على طول، هرمون اللبتين ما يقدرش يطلع طول ما هرمون الانسولين فوق. فتعالى يا لبتين، احنا خدنا اهو بماده الزياتين والايجينول وفيتامين د اللي موجودين في كورس السيليوم في الفوار او في الكبسولات، نزلنا لك هرمون الانسولين، اطلع بقى مالكش حاجه، يقوم طالع على طول، يطلع على طول هرمون الانسولين، يطلع على طول عفوا هرمون اللبتين وينزل على طول هرمون الانسولين. تعالوا ناخد معانا مين يا شباب؟ ام محمد من الشرقيه. ازيك يا دكتور؟ السلام عليكم، ازيك يا ام محمد؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ صباح الفل يا حبيبتي، انا الحمد لله طول ما انت بخير. صباحك زي العسل، بشوف حضرتك كتير حبيبتي، ربنا يبارك لك يا رب على الوصفات اللي انت بتعمليها للناس دي. يا روحي ربنا يكرمك يا ام محمد، واهلا بيكي كل اهالي الشرقيه. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اموريني يا حبيبتي. تعالي بقول لحضرتك، انا 113 كيلو وجسمي عامل لي ازمه. بس فكنت عايزه بس اي حاجه تخليني ان انا انزل بسرعه. طيب يا ام محمد، انت طولك كام لو تعرفيه كده بالواية؟ يعني طولك حوالي 100 حاجه، يعني انت طويله قصيره؟ لا انا مش طويله اول قصيره، او وسط يعني. وسط يعني ممكن مثلا ممكن 100 حاجه و60، 168 او كده يعني. طيب ماشي، هنقول في الستينات مش مشكله طول بالنسبه لي. انت وزني 113. انت عارفه طبعا ان في دهون كتير جدا والوزن زايد جدا، والدهون اكتر عندي في الجناب. في الجناب؟ طيب ما جربتيش خالص؟ عشان الوزن زايد قوي شايفاه، يعني معايا من رقم 113 الرقم يخض على فكره. بس ما تيأسيش، ما جربتش اي حاجه، ما تيأسيش. انا كان عندي حالات والله العظيم من 3 سنين كانوا 200 كيلو، فالحمد لله دلوقتي بقوا رياضيين دلوقتي. طيب ربنا يبارك في حضرتك. ما جربتيش اي حاجه خالص؟ حدش شجعك تجربي مثلا حتى نظام غذائي؟ مش هينفع طبعا عشان الرقم زايد. ايوه، وانا اصلا مشكلتي في الاكل، يعني انا بحب الاكل بطريقه رهيبه جدا. لسه كنت بقول دلوقتي شراهه الاكل المفتوحه بتبقى بسبب ايه؟ ان هرمون الانسولين عالي. ايوه فهماني؟ فانا عايزه اي حاجه تخليني انا افقد الشهيه للاكل، يعني انا مش اكل كتير او كده. وده اللي هيحصل، وده اللي هيحصل اول ما تاخدي كورس السيليوم، بينفش في الامعاء عندك، ياخد حيز التلت معده بس، فتلاقي نفسك الشراهة قفلت تماما عشان هرمون اللبتين المسؤول عن الشبع مش موجود، مش موجود في الجسم. بيبدأ يوجد هرمون اللبتين مجرد ما هرمون الأنسولين ينزل على طول. فهمتي؟ أنا متعشة مع حضرتك خير بصراحة يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. فأنت متجوزة ومخلفة؟
يا فندم. في اولاد تاني؟ لا. طيب احنا الوزن ده بقالنا كام سنة عليه؟ يعني سنين ولا يعني بقالنا قد ايه وقت؟ لا من قريب يعني سنتين. ما فكرتيش خالص؟ ما حدش مثلا جه قال لك تعالي كده جربي كذا، تعالي جربي مش عارفه نظام لا ايه؟ هو جوزي كان معارض ان انا اعمل جيم اصلا، بس طبعا خلفاتي كلهم جسمهم حلو، فانا نفسي ابقى زيهم. يا حبيبتي نفسي ابقى زيهم. اللي هم مراتات جواز اخواتك. اللي هم سلايفي. سلايفك. اخوات جوزي يبقوا مراتاتهم. جسمهم حلو. طيب ايه اللي يمنعك بقى؟ صح، حلو جدا انك تبصي بصه حلوه، انك عايزه جسمك وصحتك تبقى حلوه زيهم، دي ما فيهاش مشكله خالص، بالعكس ما فيهاش حاجه. لو هنقلد في الحاجه الصح ما عنديش مشكله منها خالص. ربنا يبارك في حضرتك. بس اهم حاجه هنلتزم يا ام محمد. ان شاء الله. اكيد يا دكتور. هنلتزم. وهتصل بحضرتك طبعا ان شاء الله، وابشرك بالخير ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، وانا واثقه بامر الله في ان احنا بامر الله هناخد كده كورس الشهرين، هننزل عليه بامر الله 20 كيلو بفضل ربنا. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. طبعا احنا هنحتاج كورس اصلا لاربع شهور. اوكي مش مشاكل. لو هتاخديه مره واحده عشان فرصه العرض موجود، فهتاخدي الخصم ال 45% على كورس الاربع شهور، بس تاخديه كورس شهرين وكورس شهرين. ايوه فاهماني؟ او مثلا تجيبي كورس الثلاث شهور عليه خصم 50%. فاهماني يا ام محمد؟ فاهمه حضرتك. والطريقه انا قلتها في اول الحلقه وبقولها في كل حلقه، والفريق هيقولها لك ما تقلقيش. ربنا يبارك في حضرتك يا رب وكتر الف خير حبيبتي. واول اسبوع من اسبوع ل 10 ايام هتلاقي الفريق بيتابعك، وانا بتابعك والله ربنا عالم. ان شاء الله يا حبيبتي، ربنا يوفقك يا رب. يا رب حبيبتي، تسلمي لي يا ام محمد. ربنا يخليك يا دكتور. شكرا جدا ليك ام محمد من الشرقيه. اهل الشرقيه جمال، انا ليا اصحاب كتير قوي في الشرقيه بحييهم من خلال شاشه النهار. طيب نيجي بقى في حته هرمون اللبتين. هي عايزه مثلا ام محمد تسد شهيتها، وناس كتير جدا. اسد الشهيه ازاي؟ باني اي حد بياكل كتير، بروتين، لحوم. لحوم ايه يا اختي؟ بقت غاليه مش انا كلها. ماشي، صدور فراخ، مش عارفه ايه، رز، مكرونه، بطاطس مهريه في زيت. بطاطس مهريه في زيت دي انتوا حرين، والنبي انتوا اللي هتتلسعوا يوم القيامه على هذه الجرائم اللي بتعملوها لعيالكم. كل الحاجات دي يبقى هرمون الانسولين عندك وعندك عالي. ليه عالي؟ طول ما هو عالي بيحصل شراهه في الاكل. هرمون اللبتين دايما موجود في المخ، اول ما بيلاقي هرمون الانسولين بيعلى هو بينزل، اللي هو ايه؟ هرمون الشبع. فايه اللي بيحصل؟ هنفضل متواصل بناكل 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 مفيش، والاكتر بنميل الى الحلويات، بعض الاجسام والاجسام الاخرى ها للحوادق والحاجات المملحه والكلام ده، فيعلى الضغط على طول. ما انت عمال تاكل في حاجات مملحه وحادقه، فالضغط يعلى. الكلى عليها دهون، عشان كده دايما بقول ان من مميزات السيليوم هاسك انه بينزل الدهون اللي جوه الاحشاء الاول. ليه؟ الدهون اللي بره اللي انتوا شايفينها دي، سواء في الكرش، في الجناب، في الفخاد، في الارداف، مش عارفه في ثنايات الظهر، في الذراعه، مش هتنزل غير لما اللي جوه ينزل. ليه؟ لان الطبيعي وطبيعه جسمنا، الميكانيزم بتاع جسمنا، ان في اعضاء في الجسم شغاله بتحافظ على جسمك وبتحافظ على صحتك وان انت تكون عايش في الدنيا. لازم الدهون تنزل من عليها الاول. لما الدهون تنزل من عليها الاول، مثلا نزلنا الدهون اللي على الكلى، الكلى بتبدا تشتغل، بقى تنزل الكرياتينين وتنزل بقى اليوريا والصوديوم عشان خاطر الضغط العالي. لو في سكريات كتير تنزل عشان هرمون الانسولين ينزل عشان السكر العالي. شفتوا حكمه ربنا الكلى بتعمل ايه؟ لو في ميه بزياده تنزل، لو في بتعمل كل حاجه. فاهم حاجه عندي مع الكورس، نشرب ميه وناخد الكورس بانتظام، بس هو ده اللي انا عايزاه منكم، مش عايزه حاجه تاني. ارجع تاني واقول الكرياتينين ناس كتير اشتكت منه، وجات لي حالات كتير قالوا لي الكرياتينين مسمم. طيب الناس اللي بتشوفني دلوقتي وقال لك يا لهوي غمتنا على الصبح، ما غمتكوش والله، انا بوعيكم. نعرف منين؟ يلا معلومه على الماشي. نعرف منين ان الكرياتينين عندي عالي
والكلى ما رشحتهوش، يعني ما نزلتهوش في البول. يعني اقصى حاجه في التحاليل تبقى 1.3، 1.3 كده في التحليل، 1.3 دي نعرف. يعني انت تبقي عارفه ان انت حتى سالي الدكتور المختص، كل واحد ليه اختصاصه في التحليل، ايه الكرياتينين عندي عالي؟ هيقول لك كام؟ هيقول لك 1.3، 1.3. ما تقلقيش، لا كده كده اخرك. لو اعلى من 1.3، يعني مثلا 1.4، 1.5، 1 اللي هو 1 يعني نقطة 5، 1.6 كده، لا كده الكرياتينين عمال يعلى يعلى يعلى، يبقى كده الكلى فيها مشكلة، لأن الكلى مفروض أول حاجة تخرجها الكرياتينين ده عشان مادة مسممة. فطول ما هو بيعلى في الدم يعني الكلى ما صرفتهوش في البول. يعني معنى كده إيه ليه ما صرفتهوش؟ عشان في دهون في الأحشاء. عمر الكلى ما هتسيب هذه المواد السامة أو الأملاح والصوديوم اللي جوه الجسم عشان ضغطك العالي أو المادة المسممة الكرياتينين، عمرها ما هتسيبهم في الجسم، عمرها. في حالة واحدة لو في دهون على الكلى، ها بسيطة، أنا ربنا خلقني ماليش، ما عنديش دهون، ما عنديش ديول، أنا ما عنديش دهون جنبي، وفجأة مخازن الدهون راحت حاطه لها دهون، ليه يا ابني حبيبي بتعمل فينا كده؟ مخازن مليانه دهون، نعمل ايه؟ فتروح على طول على كل اعضاء الجسم. احنا كده النهارده بس ايه؟ ده لسه في كبد كمان، النهارده بس بنحكي بنقول دهون اللي على الكلى بتعمل ايه؟ فاصبح كده انتوا نفسكوا هتلاقوا بتقولوا لي لا احنا الحمد لله احنا عايزين الدهون اللي داخل الاحشاء دي هي اللي تنزل الاول. وده اللي بيحصل، وطبيعه الجسم مفيش جرام هينزل من الدهون الخارجيه اللي هي الدهون البيضاء اللي في البطن وفي الجناب وفي الذراع وفي كل مكان في الجسم، حتى اللغد مفيش حاجه من دول هينزلوا غير لما ننزل الكبار اللي مشغلين جسمك اللي بيحافظوا على صحه جسمك. كل جرام ينزل من دهون على احشاء جسمك زي الكلى او الكبد او البنكرياس او في طبعا بتبقى في دهون على الاوعيه الدمويه، فيحصل تصلب في الشرايين، يحصل ايه؟ يحصل ارتخاء في عضلة القلب. فخدوا بالكم من النقطة دي كويس جدا، كل جرام ينزل من الدهون دي اللي على أورجانز جسمنا، أحشاء جسمنا وأعضاء جسمنا، ينزل كيلو، شوفوا الجرام من جوه داخليا، ينزل كيلو خارجيا من الدهون اللي بره. شفتوا عظمة ربنا؟ أنا بقول علم، أنا مش كلام درويش. طيب حبايبي تعالوا نطلع فاصل سريعا، أوعوا تروحوا في أي حتة عشان وصفة النهاردة هتعجبكم قوي. الأرقام حبايبي هستنى اتصالاتكم ورسائلكم أثناء الحلقة وفي الفاصل وبعد الحلقة، الفريق معاكم دايما 24 ساعة ومش أي كلام، 24 ساعة يعني 24 ساعة. حبايبي هنطلع فاصل ونرجع بسرعة، يلا بينا. حبايب قلبي ورجعت لكم من الفاصل، اوعى تروح في أي حتة يا عيلة، عشان وصفة النهاردة تعجبكم جدا جدا جدا. طيب حبايبي اي سؤال او استفسار عن اي شيء سواء بقوله في حلقه النهارده او في الحلقات اللي فاتت او في الحلقات اللي جايه بامر الله سبحانه ربنا، من خلال التسع ارقام اللي على الشاشه او من خلال نفس التسع ارقام على الواتساب. واتساب على فكره خدمته متاحه 24 ساعه، يعني مثلا جربوا دلوقتي ابعتوا للفريق على الواتساب، وعلى الله ما حدش يرد، انتوا حرين، استناهم بره على طول. لا الفريق محترم جدا يعني، وربنا عالم انا منقيه على الفرازه، صارت لسعت كتير قوي في كذا فريق يعني في البرامج اللي فاتت، والحمد لله دول نقاوه زي ما بيقولوا كده، نقاوه ايدي. يبقى التسع ارقام تقدروا تكلموني على الهواء مباشره اي سؤال. العرض لسه شغال، العرض حتى نفاذ الكميه، الكريمات موجوده هديه بس برضو حتى ما تخلص، اصل لو خلصت انا ذنبي ايه؟ والله في شحنه جايه ان شاء الله، ولكن لسه بقى مش عارفه هتوصل امتى. فنرجع اقول سريعا العرض حبايبي، كورس الشهر، بصوا خلينا في كورس الشهرين عشان كورس الشهر بينزل 10 كيلو بس. في ناس ممكن تقول لي طب انا عايز انزل 10 كيلو بس، ما فيش مشكله. كورس الشهر 33% خصم، شحن مجانا وعلبتين كريم هدايه. وكورس الشهرين 45% خصم، ركزوا اكتبوا ده ورايا، والشحن مجانا وبتاخدي اربع علب كريم هديه، علبتين ها اللي هم اللي لونهم برتقاني
اللي هم في العلبة البرتقاني وعلبتين اللي في العلبة الزرقاء. اللي في العلبة الزرقاء تفتيح أماكن الدكنة كلها، حتى حطيها تحت القبط التحفة، ولكن على الجسم فقط. جميل جدا في تفتيح الأماكن، جميل جدا في إزالة البقع وأي مشكلة موجودة في الجسم. والبرتقاني لكل مشاكل الجسم اللي فيها ترهلات والجلد تحسه ان هو ميت. تعالوا ناخد مين؟ استاذ مجدي من المنوفيه. السلام عليكم. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله بخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله والله تمام، من ورا الشاشه والله يا دكتوره. الله يخليك، اهل المنوفيه يعني دي بلد ماما. حبيبتي يا دكتور، والله انا عايز اشكرك جدا على اللي عملتيه معانا. بصراحه اخدت الكورس ومشيت عليه. وكان وزني 90 كيلو. يعني وصلت دلوقتي 80، فنفسي اخس كمان الخمسة كيلو. الله يبارك لك. يعني اعمل يعني اتصل اخد كورس تاني ولا اعمل ايه؟ انت خدت كورس الشهر؟ كورس الشهر. خلصته خالص. خلصته. خسيت عليه كام؟ انا كنت 90، دلوقتي بقيت 80، فنفسي انزل كمان خمسة. طب حلو جدا، يعني نزلنا 10 كيلو. صح كده. ما عشان كده كنت بقول ما انا ناخد كورس الشهرين افضل. ممكن بقى تطلب تاني كورس الشهر، يعني ارجع. يعني كان المفروض خدت الشهرين يعني امشي بيه الشهرين الاول. ايوه بالظبط، المفروض كنت تاخد كورس الشهرين. تمام كده هتاخد، يعني اتصل تاني بيهم بالفريق من الارقام وقول لهم انا عايز كورس الشهر تاني، هتاخد برضو نفس العرض اللي عليه بنفس الهدايا بنفس الشحن المجانا. تمام. اهم حاجه انت لما خسيت ال 10 كيلو فرحان؟ لا جدا جدا والله. طيب واخبار الجسم ايه؟ قول لي كده فرحني. لا هو يعني لا دلوقتي والله تمام، ان شاء الله ابعت صوره على الواتس وتعرضيها على الشاشه كمان، يعني عشان يبقى كل حاجه لها مصداقيه مع حضرتك. يا حبيبي تسلمي. طب قول لي لما خدته كان في اي مشكله معاك؟ يعني حسيت بهبوط، حسيت بدوخه، كان لا كويس؟ لا ما كانش في اي حاجه بصراحه. يعني كنت الصحه كانت كويسه جدا وانت بتاخده؟ كنت باخده زي التعليمات الطريقه الطب اللي بلغنا بيها على طول وماشي عليها، وما كانش في اي مضاعفات ولا كان في اي حاجه. طب الحمد لله. وعايز اقول لك كمان ده بيعالج مشاكل كمان الجهاز الهضمي والمعده، يعني الناس اللي عندها امساك ده اكتر حاجه هيظبط لنا الدنيا. تمام. فكده احنا هنكمل على الكورس الثاني ان شاء الله وننزل 10 كيلو كمان ونثبت يعني الوزن. شهر كمان ان شاء الله يعني. بامر الله، اطلب بقى كده شهر كمان. تمام يا دكتور، ماشي. تمام يا استاذ مجدي. ان شاء الله يا استاذ. انت من المنوفيه، ده انت فوق دماغي. من الشهداء، مركز الشهداء. والله تمام، اهلا بيك، اهلا بيك في برنامجنا. ماشي يا دكتوره. شكرا لحضرتك يا دكتور. العفو، انا اللي بشكرك. شكرا استاذ مجدي من المنوفيه. طيب استاذ مجدي خس 10 كيلو، حلو جدا. في شهر. زي ما احنا قلنا الكورس الشهر بيخسس من 10 الى 15 كيلو ابتداء من 10. في حالات خست 12، في حالات ما شاء الله عدت وخست 16 وقالوا لي خلاص كده استوب احنا حلوين قوي وبعد كده بنثبت الوزن. اهم حاجه التعليمات، الانتظام، تعليمات الفريق مهمه جدا، لان ما بيقولوش اي كلام، الكلام بيكون واصل مني اولا وبعد كده الفريق بيكون بيتابع معاكم اي سؤال بتسالوه. أعوذ بالله من كلمة أنا عشان هقول أنا دلوقتي، أنا اللي برد على الأسئلة دي، معلش لو عندي ملازمة لما باجي أقول أنا زي ما أقول لأني مش عارفة ماما في البيت قعدالي، كل لما أقول أنا تقولي قولي أعوذ بالله من كلمة أنا، فخلتني بقى بقت لازماني حتى في البرنامج. طيب تعالوا بقى نعمل وصفة اليوم. طبعا قبل ما نعمل وصفة اليوم، النهاردة هنعمل وصفة ديتوكس. ليه بقى؟ كم السموم اللي الدهون بتدخلها لنا او حضراتكم طبعا اللي مدخلين ده الاساس، الناس اللي بتاكل زيوت وجانك فود واكلات من بره، بيحصل ان بيدخل سموم في خلايا الجسم وفي الكبد بالذات والكلى، ودول صعب قوي يكون فيهم سموم. ليه؟ عشان نصها بتروح للدم. يعني الدم مسموم يا دكتور بسمة؟ نعمل ايه عشان لازم الدم ينضف؟ الكلى اللي بتسحب السميات اللي في الدم وتنزلها في البول. الكلى عشان نخليها تعمل كده لازم مغنيسيوم، بوتاسيوم، سيلينيوم، خصوصا مغنيسيوم من نوع ايه؟ الستريت. وفي نوع تاني اسمه أوكسيد، لا ده مش حلو ورخيص وما بيعملش حاجة لو عندكم رموه. المغنيسيوم ستريت موجود معانا في الكورس، السيلينيوم موجود معانا، البوتاسيوم موجود معانا، فيتامين د موجود معانا 2000 وحده، مش محتاجاكم تجيبوا اي فيتامينات من بره.
دول بيدوا للكلى زي كده الاكسير الحياه زي الكلوروفيل كده اللي هو اللي بيصحصح النبات ويقول لها سيري يا نورماندي. الدهون اللي حوالين الكلى تبدا الكبد ليه مهام كبيره بيحرق الدهون يوديها الطاقه للجسم. فالكلى هتقول للكبد انت كويس يا حبيبي يقول لها اه احرق لي بقى الدهون دي. بيتم حرق الدهون اللي حوالين الكلى تتحول لطاقه من خلال ايه؟ ماده الزياتين وايه تاني؟ فيتامين د، سيلينيوم، ماغنيسيوم. ليه اكتر من 6 انواع اهمهم ماغنيسيوم سيترات. طبعا في انواع كتير جدا ولكن اللي انا محتاجاه دلوقتي في عمليه ارتخاء الكلى ان هي نحرق الدهون اللي موجوده عليه من خلال المواد دي اللي انا عايزاها تكون موجوده في كورس السيليوم اول لما بناخده. والطريقه انا قلتها ازاي؟ شرحت الاكل هتتقفل تماما عشان بيحصل ان الجل بينفش في الامعاء، والكبسولات نفس الشيء على فكره تقفل برضو الشهيه لان جزء من الباودر اللي موجود في الكبسوله بينزل برضو يتحد كده مع الفوار السيليوم ويخش عند الامعاء ما بياخدوش غير تلت فقط. بتاعنا ناخدها فور بتاع السيليوم ناخدها امتى؟ ناخدها قبل العشاء او قبل النوم. فين الميه؟ كاتل فين؟ اهو اختي ده عايز عضلات ده عشان يتشال. يلا يبقى احنا كده حطينا كركم، خل تفاح، جنزبيل، وعصره ليمونه، وحطينا فوار السيليوم، وادي ميه سخنه. محدش يضيف لي اي مقادير تانية. حاضر حبايبي، دي بس اللي انا عايزاه، محدش يحط لي اي مقادير تانية، فقط فقط اللي انا عايزاه. بس عشان سخنه هنسيبها بقى نعمل ايه يا عيله؟ هنسيبها تدفى، هنقلبها كويس طبعا، وبعد كده هنغطيها دقيقه عشان احنا حطينا عليها الفوار. هنقعد نقلبه كده كويس، نقلب ونقلب 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 بس كده. وبعد كده اي غطا، اي غطا او طبق اللي هو الاطباق دي اللي بتاعت الفناجيل، وتقومي مغطياه لمده دقيقه دقيقه، وبعد كده تشربيه قبل النوم او قبل العشاء. بس هي الصح
خلينا نشربها قبل النوم. وتفرجوا بقى على الطاقة الصبح ومفيش، بصي مش هتبقي عايزة تاكلي غير انتي، هتبقي عايزة تشربي مية بس. وانا وانتوا واللبس بتاعكم شوفوا هيبقى عامل ازاي. اهم حاجة عندي هتروحوا شغلكم الصبح وتذاكروا لولادكم وتنظفي بيتك وتعملي كل المهام بتاعتك سواء ست او راجل بالوصفة دي، بس حطوا عليها الفوار وقلبوها كويس وغطوها لمدة دقيقة، والله العظيم لا تدعوا لي، بس ادعوا لماما اهم حاجة، ربنا يفرح قلبها ويشفيها يا رب عشان ماما تعبانة شوية، ربنا يخلينا كل امهاتنا كده. حلقتي خلصت الوصفة كل يوم مرة، تمام؟ طيب طب يا دكتور بسمة انا مش عايزة احط الفوار، انا عايزة اخده عادي على نص كوباية مية. براحتك اعمل الديتوكس من غير فوار، بس مش هيعمل النتيجة اللي أنا عايزاها، مش هيديك نشاط ولا قوة حركة ويديك جهد كده، وإن أنت لا بجد بيدي طاقة من هنا للصين، عشان المواد الفعالة والمينرالز والأمينو أسيدز اللي موجود في فوار السيا بيدخل مع الكركم يتفاعلوا مع بعض كويس جدا، يعمل شراهة في الأكل، يعني مش معدتك هتتسد مفيش، ينظف كل الدهون اللي على الكبد، لأن أنا حاطة الكبير قوي فوار السيا. ممكن نشربها بالفوار مرة واحدة بس في الأسبوع قبل ما ننام، وبعد كده هنستخدم عادي الفوار على نص كوباية مية كل يوم زي الجرعات بتاعتنا المعروفة. كده تكون خلصت حلقتي النهاردة حبايبي، ما تنسوش العرض لسه شغال حتى نفاذ الكمية، تقدروا تطلبوه من خلال أرقام اللي على الشاشة. لو عايزين تكلموني في أي استفسار أو أي حاجة عن مشكلة صحية تقدروا برضو من خلال التسع أرقام، أو تبعتولي على الواتساب نفس التسع أرقام. أشوفكم بأمر الله بأمر الله بكرة بأمر الله الساعة 10 صباحا، والإعادة بتكون 7 صباحا. بحبكم في الله ومتوفيكي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، السلام عليكم.